كم تنفق الدولة على النظافة؟ سؤال ليس له حضور في نقاشات الناس، لأن النظافة لا تشكل هاجساً في ظل الخدمة المشهودة. سألت البعض حول توقعاتهم بقيمة ما تنفقه الدولة على نظافة مدينتهم. يمكن 3 مليون 4 مليون. والله مليارات، يعني شيء واضح، فهمتي؟ بس يا ريت الشعب يستوعب، ما عنده وعي كفاية. يعني شوف الكورنيش الحين ما شاء الله نظيف، بس لو في تجمعات ما شاء الله تبارك الرحمن وسخ في كل مكان. والله تصرف الدولة مبالغ كبيرة، ملايين الملايين، وتصرف وتتعب وذي، بس في ناس ما يقدرون. ليش تبلغ قيمة نظافة مدن المنطقة الشرقية عدا محافظتي الأحساء وحفر الباطن ومدينة الجبال الصناعية 822 ألف ريال يوميا، وهو ما عبر عنه البعض بالرقم الكبير فعلا. والله كبير، 822 ألف، واجد. والله واجد في اليوم، واجد في اليوم، يعني واجد. شوف الدولة كم تخسر خلال شهر، خلال سنة. والله شوفها كبير، ولكن الدمام كبيرة ما هي بصغيرة. مصروف كبير يمكن توفير معظمه لو ارتفع الوعي في المجتمع. من أجل ذلك أطلقت أمانة المنطقة الشرقية حملة الشرقية نظيفة، سعياً منها لتفعيل دور الناس، فهم السبب الأول الذي يسهم إما في ترشيد الإنفاق أو العكس. عندما نرفع مستوى النظافة ومستوى الوعي، سوف نخفض الكثير من تكاليف عقود النظافة التي تصرف عليها المليارات. الدولة تصرف عليها الكثير من الأموال، وبالتالي عندما يكون الإنسان شريك أساسي في عملية التنمية ويحافظ على هذه النظافة العامة، سوف يعني نستطيع أن نخفض الكثير من هذه الأموال الكبيرة تصرف على عقود النظافة. أيضا كذلك عقود العمالة اللاقطة، والتي نستطيع من خلال يعني التزام المواطنين كل في محل مسؤولية الاجتماعية، أيضا سوف نخفض أيضا من هذه التكاليف. ترفع الأمانة يومياً 5 ملايين كيلو من النفايات، وينتشر عمال النظافة لالتقاط ما يرمى في الميادين العامة، وإذا امتنع الناس عن الرمي العشوائي وترك المخلفات سيتحقق الكثير لمصلحة الوطن. أنفال الحارث الإخبارية، الخبر.